أستاذ عامر في البداية، وحضرتك صاحب محل سبايا ستايل تحديدا في مأدبة، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. يعطيك ألف عافية ويا ميت أهلا وسهلا بالجميع. كلك ذا. عامر وجيح، سكان مأدبة، تمام. المحل صار له فاتح حوالي بجوز من 2010، تمام. فاستلمته 2016. والحمد لله هنا بنمشي والامور تمام. نعم، تحكي لنا اكثر عن المحل، الخدمات المقدمه عندكم والاسعار بتوفروها. نقدم البيبي والولادي، بناتي، ستاتي، احذيه، شنط، فمثل بوات الولاده، تمام. العمر سنتين، سنه لخمس سنين، هذا صغير. عندي كمان بوات الولاده والبنات، ستاتي، شناتي، شناتي مدرسه، شنات ستاتي، شنات احذيه. ليك بنقدم كمان. نعم، استعرفني أكثر عن العروض اللي بتقدموها عندكم بالمحل. العروض يعني عندنا العروض على البليهات، على الشناتي، على الشوزات، الولاد، البناتي، كله جميع يعني. شو هي نظرتك المستقبلية للمحل؟ أنت شو حاب تعمل لقدام؟ والله إن شاء الله ناوي أفتح محل إكسسوارات بإذن الله. بالتوفيق. بس برأيك شو سر تميزك ونجاحك عن غيرك؟ التعامل مع الزباين، أسعار منافسة، زي هيك. نعم، بس احكي لي اكثر، ايش هي اهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال؟ الحمد لله رب العالمين ما عم بواجهك مشكله. نعم، ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلاله، ماذا ستحب ان تقول له؟ تشرف بلقائه. اللهم صل على محمد. نطلب المساعده من المشاريع الصغيره وبس. نعم، بس اكيد في حد ترك بصمه بحياتك استاذ عمرو، اعطاك الدافع توصل لهي المرحله، فلمين بتحب توجه رساله شكر ببرنامجنا؟ بشكر اخوي اللي ساعدني ووقف معي، واثنين وقفنا مع بعض، وبشكر اهلي كمان ساعدوني ووقفنا مع بعض. كيف ممكن نسال المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لنا موقع المحل بالتفصيل وطرق التواصل. موقع المحل مأدبة سوق الذهب، تمام. اسم المحل سبايا ستايل، مقابل ميمو ستايل. المواقع كمان التواصل مثل الانستا، مثل الفيس، مثل الواتس، في عليها كل مواقع التواصل. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر الأستاذ عامر رواجيح على حسن ظهورنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لك، نورت شاشتنا. شكرا كل لك. كلك.